السلام عليكم مهندس. تفضل. هو في سؤال في الأسبوع الثاني اللي هو السيكتور. باشمهندس إبراهيم قال إن السيكتور نقدر نحمل عليه أكثر من تقنية، يعني مثلا سيكتور واحد نحمل عليه 2G و3G، ولكن في نفس الوقت ما نقدرش نحمل عليه مثلا. فسؤالي هو يعني هل نقدر نحمل عليه أكثر من تردد السيكتور أو لا؟ تمام. هسه يعني لو السيكتور بشكل حملنا عام. طيب خلص سؤالك مهندس. لا انا كان مقصود كلامي يعني مثلا لو حطيت نفس التقنيه على نفس التردد كي حيصير عندي انترفيرينس، لكن احنا لما دوينا عليها قلنا عادي نقدر نحمله على نفس السيكتور اكثر من تقنيه. ما بصير في عندك انترفيرنس مهندس، انت الشاشه واضحه؟ طيب واضح ان شاء الله. طيب هسه مهندس لو عندي هاي برج مثلا بيشتغل على 3 سيكتور، هون بقدر افعل 2G و3G و4G، شو المشكله لو افعل ال 2G مثلا على 900 مثلا وال3G على 2100 مثلا وال4G على 1800؟ بقدر افعل ثلاثه تكنولوجي بنفس السيكتور. ليش؟ لانه السيكتور مش هو الانتنه. ها ده مهندسين ضروري جدا نفهم هذا المصطلح بالله عليكم، لانه اسئله كلها عن هذا الموضوع. السيكتور مو هو هذا الانتنه، هذا الانتنه هو الذي بس فقط بغطي المنطقه السيكتور. الانتنه وظيفته يبث اشارات ويستقبل اشارات بمنطقه هذا السيكتور، لكن الموضوع التعويل مش بس على الانتنه، التعويل على الار اف موديول. مهندسين السيكتور يعني ار اف موديول. ثواني سيف، بس بدي اسال حاجه، انت قصدك نفس الباند ولا نفس السيكتور يا؟ لا يعني نفس السيكتور. نفس الباند ولا نفس السيكتور؟ لا نحن مكتوب تو، انا سؤال مكتوب عندي هنا في البدايه قلنا عادي نقسم السيكتور لثلاث تقنيات، ان 3 جي وال2 جي وال1 جي وال4 جي، لكن بعدها ان نحن نقدر نحملوه على نفس حتى الباند. اعتقد انت المشكله عندك مش في الفريكوانسي، في ديفرنت باند، انت عندك المشكله كيف نفس الباند، صح ولا انا غلطان؟ انت في اي اسبوع؟ اسبوع الثالث. انا تو كيف خشيت على الرابع ان شاء الله. طيب اصبر شويه، في الاسبوع الرابع هشرح لك الار اف موديول وهشرح لك الانتنات، ترددات الانتنات، تمام؟ حاول انك انت يعني سيكتور شيء وانتنه شيء. داخل الباند في باندويث، داخل الباند في باندويث، اوكي؟ يعني داخل الباند في شيء اسمه باندويث. فباندويث ممكن يكون 10 ميجا، اعطي 5 ميجا لل 2 جي و5 ميجا لل 3 جي، تمام؟ لما انا اتكلم بعدين انت تتكلم هذا على نفس التردد، كل واحد ديفرنت باند، اوكي؟ كل واحد ديفرنت باندويث، سوري، نفس التردد بس كل واحد ديفرنت باندويث، اوكي؟ الانترفيرنس امتى بيحصل؟ لما انا وياك نتكلم على كامل الباندويث في نفس الباند في نفس الوقت، هون بيصير انترفيرنس. اصبر شويه، انت 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 حضرت فيديو الباند والكارير ولا لا؟ اتفرجت عليه هذا في الاسبوع الثالث. الاسبوع الثاني. الاسبوع الثاني، الان فعليا في الاسبوع الرابع انا هشرح لك الباندز والستارت واند فريكونسي، تمام؟ والباندوث داخل الباند. فحاول انك انت فعليا لما بدك تيجي تحضر هذا الفيديو استحضر كل المعلومات اللي قلت لك اياها. شوف انت تخيل انه فعليا انا في عندي، تعرف الار اف موديول صح؟ ولا لسه ما اخذته؟ ان شاء الله. لا خلاص تمام. تعرف الار اف موديول؟ كل ار اف موديول له ديفرنت فريكونسي، كل ار اف موديول له ايش؟ له ديفرنت فريكونسي. اوكي؟ يعني عندي مثلا ار اف موديول اكس هذا 900، ار اف موديول واي هذا 1800، ار اف موديول زد هذا 2100. مستحيل يكون في بينهم انترفيرنس، لان كل واحد بيشتغل على تردد مختلف، اوكي؟ هاي واضحه؟ واضحه ان شاء الله. طيب نيجي بعدها، لو انا في عندي 900 2 جي و3 جي، كيف بدي اقسمها؟ بقول لك ببساطه، من 910 ل 915 هاي 2 جي، ومن 915 ل 920 هاي 3 جي، فما بيصير في بينهم انترفيرنس، لانه ستارت والاند فريكونسي لل 2 جي غير ستارت والاند فريكونسي لل 3 جي. اوكي؟ حتى لو نفس التردد. تمام. وصلت؟ وضحت ان شاء الله. بصير انترفيرنس لما انا اجيب 2 جي واقول لك هذا 2 جي من 1000 من 1910 ل 1920، واجيب 3 جي واقول لك هذا 3 جي من 1910 ل 1920، هون بيصير في انترفيرنس. اوكي؟ تمام وضحت ان شاء الله. وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا، وما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد. يا
يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.